بنتكلم للميه لكل من بيشتغل في مجال الزراعه، وبنتكلم على سواء كان اهلنا اللي موجودين في الدلتا او في الاستصلاح اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، سواء كان هنا في الدلتا الجديده او في توشكا وشرق العوينات او في اي مكان اخر، الناس هتجد ان احنا استثماراتنا عاليه جدا. استثماراتنا عاليه جدا. يعني ايه عاليه؟ يعني الناس كلها بتروي على ميه المطر، وبالتالي تكلفه الانتاج بتاعها اقل كتير من اللي احنا بنعمله. بس هل لدينا خيارات اخرى؟ لا، ما لدناش. يا كده يا بلاش، يا اللي احنا بنعمله ده ايه، يا ما نزرعش. وبالتالي ارجع بقى اقول عشان ممكن يبقى في نقاش، يقول لك ايه يعني انتوا ادونا الفرصه دي واحنا كنا نعمل، واحنا مستعدين لده. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بكلم اهالينا في القطاع الخاص. انا لما جيت اعمل طريقين هنا، طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين، الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور، صح كده؟ طيب ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها 9 حارات، قالوا الناس لازمته ايه الكلام ده؟ هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه لايه؟ الساحل. الساحل يعني؟ لا، هو مش الساحل، احنا بنتكلمه عشان الشغل اللي بيتعمل هنا، لان حجم الانتاج اللي هيطلع من الارض دي ضخم جدا، وبالتالي كان لابد يبقى في شبكه طرق تخدم عليها. انا بس بقول ده كايه، كاحد عناصر او مفردات البنيه الاساسيه لمشروع كبير زي ده. نفس الكلام ده ينطبق على شقه ترع اللي سواء كانت الترع دي ترع مكشوفه او ترع يعني مقفوله بمواسير، نفس الكلام يتحط على محطات الرفع اللي هتجيب الميه. واحنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، وبفكركم فيها، بفكركم بيها، ان احنا كان بنقول ان الميه بتيجي من اسوان لغايه اسكندريه بشكل تدفق طبيعي بالملي الطبيعي، مفيش اي انفاق الدوله بتعمله غير انك تشق ترع. لكن لما جينا نتكلم هنا في المشاريع ديت، اضطرينا ان احنا نجيب الميه في عكس الاتجاه بتاعها، وبالتالي اضطرينا نعمل محطات رفع. طب ما دي تكلفه كتير زياده. طب الخيارات ايه؟ يا نعمل كده يا ما يبقاش عندنا ال 4 مليون فدان اللي احنا مستهدفين نعملهم. يبقى هنكلف محطات رفع، هنشق ترع، هنعمل محطات كهرباء، هنعمل شبكه طرق، ده كل ده عشان نوصل الميه للمكان اللي هيتزرع، ثم بعد كده تتعمل تتجهز الارض اللي تم اختبارها وفحصها ان هي تبقى يعني الحاصلات الزراعيه اللي ممكن تطلع فيها، يعمل بقى تسويه للارض ديت، وبعدين يجهزها بنظم الري المختلفه، وايضا المحاور اللي توصل ليها. لما نيجي نتكلم على 4 مليون فدان، يعني تقريبا بالنسبه للدلتا هنا حوالي 2 مليون، ال 2 مليون دول 3-4 محافظات كبار، ولا يا دكتور؟ يعني ال 2 مليون فدان دول 3 محافظات كبار زي البحيره اللي هي فيها زراعات ضخمه جدا، فال 2 مليون فدان ده رقم كبير قوي، ومش بنقوله كبير عشان يعني ان احنا فرحانين بيه، ومن حقنا نفرح بيه برضه، لكن لان احنا بنقول عشان كده كان لابد ان البنيه بتاعته، البنيه الاساسيه للمشروع ده اللي تقوم بيها الدوله، عشان اولا يتعمل تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي، عشان ما اقدرش اقول لحد انت تزرع ال 50,000 فدان دول طب اعمل لك محطه رفع واحده. ما ينفعش، لان هي محطات الرفع دي جايه من رشيد لغايه، او من محور رشيد لغايه ما تصل هنا اكتر من 120-130 كيلو بهاء. تمام سيادتك يا فندم. فلازم احنا نعملها لغايه لما توصل الميه هنا، ثم تتعامل محطات الرفع عليها، ثم وزاره الكهرباء تحط الكهرباء اللازمه لتشغيل كل محطه. اذا طب بعد ما نعمل ده كله، تبقى احنا هنعمل
انا بقول للبهاء وبقول للمستثمرين القطاع الخاص، انك انت تبقى عايز تعمل ري بالغمر او حتى ري بالتنقيط، وممكن تبقى بتقول ان انا ده نظم ري حديثه،